لكن الشباب بياكم. طبعا كنت قناش إدريس ولا أريد أن أقول لكم اسمي. المهم قولوا لي اسمي ستيفي. المهم اشتركوا في القناة راح أغير اسمها والبانر واللوجو ديال القناة. المهم أنا هاكر واللي يعتقد راح أضرب له بالسيف دياموند أقوى شي. المهم اشتركوا في القناة راح أنزل طقطق طقطق على الأجانب وراح أجرب الهاك وأنا ستيفي. المهم أنا راح أغير اسمها وكل شيء فيها. هيا نجعل ناقص شوية. الضجيج، ماذا تفعل هنا يا ستيفي؟ شلونك؟ منيح كنت أقدم مقدمة والله ما فعلت شي والله. من هنا والله أضربك بحذاء كريستيانو رونالدو. المهم شباب عملت هذا الفيديو بس للضحك. وي ولي جلب النقود. المهم أريد أن أعرفكم على صديق جديد ستيفي، راح يكون معنا دائما في القناة. وعطيته الايميل والباسورد اللي هي بالايميل والباسورد يمشي عند ستيفي، راح يلقى الايميل حق ستيفي في الوصف. كذاب والله ما عطاني شيء. كذاب كذاب. وين الحذاء؟ ها تبحث عن هذا خديني.